نعم، مرة أخرى نذهب مباشرة إلى مدينة السلام والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضوره للجلسة الأولى لفعاليات منتدى شباب العالم. أصحاب الفخامة والسمو والمعالي والسعادة، ضيوف مصر الكرام، عدنا من جديد معا في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن سيناء، في حضرة السلام والشباب مدينة شرم الشيخ. عدنا برسالة سلام وإنسانية ومحبة تتجدد بالأمل لعالم ما بعد كورونا. نرحب بالمتحدثين رفيع المستوى الذين نتشرف بمشاركتهم معنا اليوم، بداية من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فخامة السيد الرئيس جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا، فخامة السيد الرئيس كلاوس يوهانس رئيس دولة رومانيا، فخامة السيد الرئيس إيفان دوكي رئيس جمهورية كولومبيا، فخامة السيد الرئيس هاكايندي هيشيليما رئيس دولة زامبيا، معالي السيد قاسم ماجاليوا رئيس وزراء جمهورية تنزانيا، سعادة السيدة شمة المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، السيد فو جين بانغ نائب رئيس رابطة الشباب الصيني نيابة عن السيد الرئيس تشي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، السيد ميغيل موراتينوس وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة للتحالف من أجل الحضارات، سعادة السفير جوناثان كوهن سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، الحضور الكريم. بقدر معانا العالم خوفاً وتباعداً، كانت الجائحة باب إنذار وأمل بالنسبة للعديد من القضايا التي وحدت الإنسانية بأسرها، ولذلك نجتمع مرة أخرى لنتحاور من أجل خلق مساحة إنسانية مشتركة تجمع الشباب من كل بلاد العالم وتعزز تكامل الحضارات، مساحة عنوانها بناء مستقبل ما بعد كورونا، لنؤكد أننا قادرون على تخطي الصعاب والمضي نحو عالم أفضل. الوضع المعتاد الجديد، هكذا يوصف عالمنا اليوم ما بعد الجائحة، بعد أن تحطمت ركائز قديمة لن تعود وبزغت الملامح لعالم جديد هو قيد التشكل، نتيجة باتت حتمية لجائحة تعددت أوصافها، فتارة توصف بأنها تحدياً قاسياً أمام أنظمة رعاية الصحية في العالم كله، وطارة توصف بأنها الفرصة العظيمة لتطبيقات تكنولوجية كانت هي طوق النجاة في ظل الأزمة. وما بين كونها جائحة وضعت جميع الاقتصادات والسياسات أمام اختبار حاسم، أو كونها إنذاراً مبكراً لكوارث قد تأتي أشد وأكثر قسوة، تبقى النتيجة واحدة لجائحة وحدت الجميع دولاً وشعوباً وأفراداً أمام المعاناة. وسواء كانت الجائحة بداية جديدة أم هدنة مما كنا عليه، فهي وقفة أكيدة من أجل مراجعة سياساتنا بعناية لخطوات قادمة نكمل بها مسارات تنموية كنا قد بدأناها.
وها نحن بصدد الوضع المعتاد الجديد لعالم ما بعد الجائحة، حيث تتوازى الفرص مع التحديات جنباً إلى جنب، ووحدها فقط اختياراتنا هي التي ستحدد مصائرنا في هذا العالم الجديد. وإن كنا نحتفل في بداية كل عام جديد ببداية تمنحها لنا الحياة، نكاشف فيها أنفسنا بما حققناه وما أخفقنا فيه وما نحن بعازمين على مراجعته. فها نحن قد نجونا جميعاً من جائحة كادت تقضي علينا وعلى مستقبل أوطاننا، ونحن الآن أكثر امتناناً وعرفاناً لمنحة البدايات، خاصة وإن كانت بداية جديدة للبشرية كلها. هي الفرصة والأمل الجديد كي تتضافر جهودنا باسم الإنسانية ومن أجلها. تمثل مرحلة التعافي من الجائحة التي يعيشها عالم اليوم فرصة للوقوف على سبل التعاون والمواجهة لذلك النوع غير المعتاد من التحديات، عبر نهج يتبنى أصوات وأفكار الشباب يكون محوره الإنسان. وفي ضوء ذلك يجتمع ضيوفنا الكرام لمناقشة موضوع هذه الجلسة بعنوان جائحة كورونا، إنذار للإنسانية وأمل جديد. بالطبع لكل دولة خصوصية في مواجهة الأزمات والطوارئ، وفي ضوء الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة كورونا، حافظت مصر على الاستمرار في الإنتاج والمضي قدماً في مشاريعها القومية مع الحرص على صحة مواطنيها وتعزيز قطاعها الصحي. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، نريد أن نتعرف على التجربة المصرية وإلى أي مدى ساهمت برامج الحماية الاجتماعية والاقتصادية المتخذة في مواجهة هذا الوباء. شكراً. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي أن أنا أرحب بكم جميعاً مرة تانية. والحقيقة خلينا أتكلم على مقدمة خاصة بجائحة كورونا. والحقيقة هو تحدي عظيم قابل الإنسانية في العصر الحديث، والحقيقة أيضاً إنها شكلت يعني تحديات مركبة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة جداً جداً خلال الفترة اللي هي فترة السنتين اللي مروا دول. احنا دايماً نقول إن في كل محنة تولد منحة، لأن طبعاً التداعيات اللي أفرزتها الجائحة حتى الآن، إحنا بنتكلم على توقف قطاعات كاملة خلال السنتين اللي فاتوا في كتير من الدول. في دول عملت إغلاق كامل لكل المناحي الحياة اللي عندها، في قطاعات توقفت تماماً زي قطاع النقل والطيران والسياحة يمكن، وقطاعات أخرى تضررت بشكل أو بآخر. كنا متصورين ان حجم الضرر هيبقى عده الاف، انا بتكلم على الخسائر سواء كان بالاصابات او من خلال من يعني فقدناهم في العالم كله. قلنا هيبقى عده الاف، فوجئنا ان هم الاصابات بتتجاوز الملايين ثم عشرات الملايين ثم مئات الملايين. نفس الكلام بشكل أو بآخر كان بالنسبة لي من يعني فقدناهم في الجائحة، برضو بنتكلم على عدة ملايين. طيب في مصر احنا الموقف كان عامل ازاي؟ عشان نتكلم على الظروف اللي مرت بمصر ومجابهتها لهذا الأمر، لازم اتكلم عن موضوعين مهمين قوي، موضوع خاص بقطاع الصحة وموضوع خاص بالاقتصاد. هتكلم الأول على الموضوع الخاص بقطاع الصحة. من 2017 و18 و19 كانت الدولة المصرية بتطلق مبادرات. المبادرات دي كان الهدف منها إن هي
تدخل في ملفات الصحة العامة في مصر، وكان على رأسهم الفيروسي. ولما عملنا البرنامج ده وتحركنا فيه، كنا برضو متحركين عشان نشوف كمان نعمل مسح كامل للأمراض غير السرية المتمثلة في الأمراض السكر والضغط والسمنة. الكلام ده اللي احنا عملناه مبكرا وخلانا بفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا ان احنا بعد ما كنا من الدول الأكثر إصابة بفيروس الفيروس سي، بقينا بنقدر نتكلم عن نفسنا دلوقتي وبشهادة منظمة الصحة العالمية ان احنا من الدول الأقل إصابة بهذا الفيروس. انا كنت عايز اتصور مع او نتصور مع بعضنا البعض، لو كانت مصر واجهت الجائحة ديت بهذا الحجم من المصابين بهذا المرض، تتصوروا كم في المية من المصابين كان ممكن احنا نفقدهم أثناء الجائحة؟ 10%؟ 20% من المصابين، سواء كانت الأمراض اللي هي زي ما بقول كده المزمنة أو الفيروس سي. اللي أنا عايز أقوله باختصار إن الإجراءات اللي عملناها كمبادرات صحية في مصر أفرزت إن إحنا قدرنا أولاً نبقى نشوف الخريطة الصحية للمصريين بشكل قوي، وأيضاً نتخلص من أمراض كانت موجودة معانا في مصر وكان أكيد هيبقى لها تأثير سلبي جداً أثناء تصدينا لهذه الجائحة. خرجنا في خلال ال 18 وال 19 تقريباً من المسح ده ومن المبادرات دي بقدرة صحية لا بأس بها. دي اللي احنا دخلنا بيها وتعاملنا بيها مع الكوفيد 19 يعني. طيب ده فيما يخص القطاع الصحي في مصر. زي ما كل الدول لما كانت بتاخد إجراءاتها طبقا لتقديراتها لحجم التحدي كإصابة وطبقا للمنظومة الصحية اللي موجودة فيها، المنظومات الصحية، في دول خدت إغلاق كامل لفترات ليست بالقصيرة، وفي دول خدت إغلاق مؤقت. إحنا كنا من الدول اللي أطلقت استراتيجية خاصة بالإغلاق المؤقت بعد الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية اللي تكفينا شر هذا المرض بقدر الإمكان. والحقيقة النتائج اللي تحققت سواء كان في الإصابات أو في حالات الوفاة اللي موجودة في مصر تعتبر قياساً بالدول اللي مثيلة لنا بالعدد، تعتبر إيجابية جداً. ده فيما يخص المسار الصحي كمسار كان له تأثير كبير على استراتيجيتنا في إدارة مجابهة الكوفيد في مصر. فيما يخص الاقتصاد، احنا بدأنا في نوفمبر 2016 برنامج للإصلاح الاقتصادي، وأتصور إن احنا لو ما كناش أطلقنا هذا البرنامج واللي كان فيه قسوة شديدة علينا كمصريين، أنا بتكلم على الشعب والرأي العام في مصر، أتصور إن احنا كان هيبقى موقفنا لو ما كناش عملنا هذا البرنامج إن كان هيبقى تداعيات الموقف الاقتصادي في مصر أكتر كتير لو ما كناش عملنا هذا البرنامج. احنا النهاردة خلصنا البرنامج ده اللي أطلقناه في نوفمبر 2016 زي ما قلت، خلصنا المرحلة الأولى وشغالين دلوقتي في المرحلة الثانية. أنا عايز أقول لكم إن ده خلى الاقتصاد المصري مستعد يتحمل صدمات أكبر اللي هيسببها هذا الوباء على العالم كله وعلى مصر أكيد. بس احنا كمان بالمناسبة كنا شغالين واحنا بنتكلم على الاقتصاد في مصر على مشروعات قومية كثيرة عشان يعني نحقق التنمية المطلوبة ومعدلات النمو اللي احنا بننشدها وتجهيز الدولة للانطلاق لمستقبل أفضل. فأنا عايز أقول إن كان ممكن ناخد قرار ساعتها في إن احنا نعمل إيقاف كامل الأنشطة، لكن احنا ما عملناش كده. احنا زي ما قلت عملنا استراتيجية تستهدف ان احنا نحافظ على معدلات العمل والمشاريع اللي احنا بنتحرك فيها، وفي نفس الوقت
نعمل إجراءات احترازية قوية تكفينا شر الكوفيد وتأثيراته. طيب تأثرنا طبعا، قطاع الطيران في مصر تأثر، قطاع السياحة في مصر تأثر بشكل كبير جدا كمان، ولكن احنا كان برضو لنا تحرك من الحكومة بمبادرات اقتصادية كانت تستهدف إعطاء دفعة للاقتصاد المصري في لتعويض لتأمين الدولة خلال مرحلة المجابهة ديت. النتيجة احنا مش عايز انسى نقول ان احنا كان في عندنا عمالة غير منتظمة وعمالة مؤقتة، تم يعني تقديم دعم مالي لهم عشان ييسر لهم الحياة في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها دي، لكن لم تتوقف مشاريعنا وإجراءات العمل في مصر قبل وأثناء وحتى الآن، بل بالعكس احنا يمكن أطلقنا مشروع حياة كريمة، وهذا المشروع يستهدف 60 مليون إنسان في الريف المصري. المشروع ده اللي بنسميه في مصر حياة كريمة بيستهدف مجابهة تداعيات الفقر اللي تسبب عنها هذا الكوفيد، مش على مصر بس، على العالم كله. معدلات الفقر لا شك، معدلات الفقر لا شك، حجم نسب الفقر في العالم كله زادت بعشرات ويمكن مئات الملايين نتيجة الجائحة. فاحنا في مصر أطلقنا أيضا برنامج آخر، هذا البرنامج هيتكلف من 600 ل 700 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات، بدأنا من العام المالي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، عشان تستمر عجلة الاقتصاد ومعدلات النمو بشكل كويس. وزي ما بقول احنا من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو، احنا حققنا 19-20 3.6%، وحققنا في 2021 3.3% معدل نمو. وانا اتصور ان في دول كثيره جدا لم تستطيع، او دول لم تستطيع ان تحقق هذا الامر. الخلاصه اللي انا عايز اقولها في تجربتنا مع الكوفيد اللي انا بقول عليه في بدايه الكلام، ان هو قد تكون محنه، ولكن المحنه دي ممكن تتولد منها منح كثيره جدا جدا. واتصور ان في قوة دفع هائلة تشكلت في مجال البحث العلمي وفي مجال التعامل مع اللقاحات والمنظومات الصحية، اللي هي بشكل أو بآخر كان اختبار شديد لها الجائحة في العالم كله. نتبادل الخبرات، نتبادل الرؤى في إزاي نحن ننظم ونطور منظوماتنا الصحية عشان تكون أكثر فاعلية في التعامل مع مثل هذه الأزمات. دي أنا عايز أقول دي التجربة المصرية، وأتصور أن كل دولة بيبقى لها خصوصية في مسارها والتعامل مع مثل هذه الأزمات طبقا لعوامل واعتبارات أتصور أنها بتمثل خصوصية لكل دولة من الدول مع إطار عام بيجمعنا بالكامل. في النهاية أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا دايما أبص على موضوع الفيروس وأقول لي وكأنه يعني بيرسل لنا رسالة يقول أيها البشر انتبهوا، أنتم لستم قادرين على تحدينا. شكرا جزيلا. بالطبع هناك سعي دائم للوصول إلى التنمية المستدامة، ولكن بالطبع جاءت جائحة كورونا وأثرت على هذا الهدف. نتوجه إلى رئيس جمهورية مالطا فخامة الرئيس جورج فيلا، ونتعرف منه على أبرز السبل لمواجهة هذه التحديات التي أثرت على التنمية المستدامة. أهلا بك. الدعوة الكريمة التي وجهت لي لكي أتحدث أمام هذا المنتدى، إن تنظيم مثل هذا الحدث المهم الذي يضع الشباب في جوهر نقاشاته يعتبر من أهم الأحداث.
لا سيما في هذا السيناريو العالمي القاتم الذي صنعته الجائحة. أتوجه إليكم جميعا من مختلف البلدان، من مختلف الخلفيات الثقافية، وأرى أن هذا مثال رائع لكيفية مواجهة المجتمع الدولي لأزمات تواجهنا جميعا من خلال حوار شامل ومتنوع. إن الأمور التي سوف تناقشونها خلال هذا المنتدى، من بينها التعافي إلى دور المرأة والاستقرار العالمي والسلام وتغيرات المناخ والأمن المائي والطاقة ومستقبل التكنولوجيا، هي كلها موضوعات تأتي في وقتها. أنا على ثقة من أن نقاشاتكم سوف تساهم في تبادل الأفكار على المستويات السياسية أيضا وعلى المستوى الدولي. إن العامين الماضيين شهد الأزمة التي دعتنا جميعا إلى التفكر والتدبر، ليس فقط في العواقب الوخيمة الاقتصادية والصحية التي واجهناها جميعا، وإنما أيضا في حالات عدم الاستقرار التي ولدتها الجائحة والتي تهددت وجودنا. كان علينا أن نركز على الأثر الذي كان لهذه الجائحة على الأجيال الشابة. ملايين الأطفال واجهوا الأثر المدمر لهذه الجائحة، وما واجهوه من آثار نفسية خطرة حينما رأوا أعز أحبائهم مرضى. بعضهم احتاج إلى الأجهزة الطبية والأدوية ولم يجدها، وأعداد لا تحصى قد تضررت جراء هذه الجائحة. بالنسبة لمن كان حظهم أفضل استمروا في التعليم، لكنهم مع ذلك واجهوا عددا من العواقب، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، وإنما تمثل ذلك في فقدانهم الفرصة للتواصل الاجتماعي مع أحبائهم وأصدقائهم. التعليم في كل مستوياتها، الابتدائية والإعدادية الثانوي، العملية التعليمية كان هناك حرص على أن تستمر، لكن ذلك تطلب أن يكون هناك تفاهم على نحو جديد فيما بين أعضاء العمليات التعليمية والطلبة من ناحية أخرى. الأطفال لا سيما صغار السن كلهم تعرضوا لشكل غير مسبوق من الخشية والخوف من أن يفقدوا أحبائهم أو من أن يتعرقلوا خلال هذه الأشهر التي كانت حافلة بالاضطراب. الكثير من الشباب أحسوا بفقدان اليقين وفقدان الحماس، وكان عليهم أن يتراجعوا عن حياتهم النشطة والحافلة. كان هناك الكثير من الآثار المأساوية جراء الإغلاق، وذا كان لذلك أثر على الصحة العقلية، ولا ينبغي أن نقلل من قيمة ذلك، حينما ينبغي أن نضع ذلك في الاعتبار حينما نناقش تعافي ما بعد الجائحة. يسرني أنني أرى إحدى الحلقات النقاشية سوف تكون مخصصة للآثار النفسية والسلوكية على عالم ما بعد الجائحة. دعونا نتحلى بالواقعية، إن الموقف كان بالفعل هشا وضعيفا لملايين وملايين من سكان العالم الذين كانوا يعانون الفقر ويحاولون أن يتمتعوا بسبل الرزق، لكن جاءت الجائحة وألحقت الضرر بملايين وملايين آخرين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة وضعفا. يدعونا العالم إلى أن نحدد في عالم ما بعد الجائحة أهداف وتفاصيل أهداف التنمية المستدامة، وذلك بناء على استجابة صحية شاملة بما في ذلك العمل على توفير اللقاحات والتشخيص والمنظومات الصحية الفاعلة والتي سوف تضمن رعاية طبية تتمتع بالجودة وللجميع. وفي الوقت ذاته لا يمكن أن نتجاهل الآثار الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأثر أيضا المتمثل على حقوق الإنسان. وأخيرا علينا أن نخطط لتعاف يبني ويستديم منظومة النقل العالمية وشكل من الحماية يضمن توريد السلع بشكل مستدام ويتمتع بالجودة، بحيث يمكن توفير المواد والسلع الأساسية من دون انقطاع. والأهم من ذلك
أن نتمتع بالثقة وأن نحاول أن نتجنب المواجهات وقررت الأحادية الجانب، إن الثقة في بعضنا بعضا وفي قدرات بعضنا بعضا مهمة، والثقة في التضامن متعدد الأطراف. وهذا يجلبني إلى أمر آخر أتبعه عن كثب منذ بداية الجائحة، وهو مسألة إنتاج اللقاحات. هناك تباين صارخ في قابلية الوصول إلى اللقاحات ما بين من يتمتعون بالقدرة على ذلك ومن يفتقرون إليها. على العالم أن يخلص نفسه من هذا الفيروس، ولهذا لن يتحقق ما لم يتم ضمان توفير اللقاحات لشتى سكان العالم. لكن كما تعلمون الوصول إلى اللقاحات أمر يتعذر تحقيقه لملايين وملايين من سكان العالم. الأمر لا يتعلق فقط بالمعلومات العلمية والإحصائيات، هذا له أثر على موقفنا جميعا كمواطنين عالميين. ينبغي أن نتأكد من أن ما من أحد سوف يتخلف عن الركبة حتى في مواجهة محدودية الموارد. وفي مثل هذه المناسبات كان هناك محاولات لتوزيع اللقاحات مجانا إلى الدول الأخرى التي لا تستطيع توفيرها. هناك دور للشباب ليلعبوه فيما يتعلق بالتضامن العالمي خلال هذه الأحداث. أود أن أكرر هذه الرسالة، كلنا مسؤولون بينما نتوجه بالحديث إلى الشباب. هذا ما دفعني إلى تنظيم مبادرة في 2016 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة أنالند. نحن نعقد قمة البحر المتوسط التي تسبق فاليتا، وهذا مماثل لهذا الحدث الذي يعقد اليوم، حيث نتبادل الكثير من الأفكار حول التحديات التي نواجهها في حوض البحر المتوسط. ودائما ما يتمحور الأمر حول الوصول إلى اتفاقات على الحلول التي يكون في جوارها التسامح والتعاون. نشعر بالفخر أن يكون ذلك منصة لأصوات الشباب وطرحا للحلول الإيجابية. من واقع خبرتي أحث الشباب والكبار على مزيد من الانخراط بشكل أكثر قربا والحديث عن الأمور ذات الاهتمام المشترك. إننا شركاء في هذا الجهد العالمي لتعزيز الحوار من أجل أن نحقق التعاون الكامل والأمن والرفاه والسلام. وأختتم بدعوة لكم جميعا، حينما تعودون إلى أوطانكم وفي خلال حياتكم اليومية، احرصوا على أن تستمروا في النقاش وأن تعززوا أيضا ثقافة الإقناع بدلا من ثقافة المواجهة والإجبار والقهر، بناء على حجج محكمة واحترام متبادل الرأي المختلف. بهذه الطريقة نأمل أن تتمكنوا من التأثير الناجح على السياسات، وأن تتمكنوا من المقاربة بين مختلف الشعوب والدول. واضمنوا أنه لن يكون هناك مساحة في قلوبكم أو عقولكم للكراهية أو كراهية الأجانب أو التمييز أو الإقصاء أو بناء على النوع الاجتماعي أو أي سبب آخر. فليكون ذلك خطوة أولى نحو المستقبل، وأتمنى لكم مداولات ناجحة. شكرا جزيلا لحسن الاستماع. شكرا فخامة رئيس جمهورية مالطا الرئيس جورج فيلا. بالطبع الشباب هم الحاضر والمستقبل، والتأكيد جائحة كورونا أثرت وأزادت من الأعباء، فقر، بطالة والمزيد من الأعباء الأخرى. رومانيا لها تجربة في تمكين الشباب ومساعدة الشباب في هذه المرحلة، في مرحلة الجائحة وما بعد الجائحة. وهنا نستمع إلى كلمة من فخامة رئيس دولة رومانيا. Dear President El-Sisi, dear participants, ladies and gentlemen, I'm delighted to join you in this important event.
يسرني أن أنضم إليكم في هذه الفعالية المهمة. إن منتدى شباب العالم بات عنصرا مهما في حركة الشباب العالمية، لأنه يمنح الشباب مسارا مهما للمشاركة كجيل فتي، هلا وهم يواجهون شأننا جميعا العواقب الوخيمة التي أدت إليها الجائحة. ينبغي أن نكون على يقين أن الشباب هم المستقبل، ونحن ندرك تماما الدور الفاعل الذي يلعبه الشباب في صياغة تنمية مجتمعاتنا وفي الاستجابة إلى التحديات الجارية. للتعامل مع هذه التحديات تعد الحكومة الرومانية استراتيجية وطنية معنية بالشباب 2022-2027، وهي تركز على التمكين والتعليم وزيادة معدلات تشغيل الشباب وزيادة المشاركة الفعالة للشباب في الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقد صادقت أيضا الحكومة على استراتيجية الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية 2022-2027، والتي دعما كاملا مشاركة الشباب في مؤتمر مستقبل أوروبا كخطوة أولى لإشراك في مشاركة الأولويات المهمة التي يعنى بها الاتحاد. أولا ومنها التعليم والمهارات، أعني بذلك المهارات الرقمية، وثانيا حماية البيئة ومجابهة تحديات تغير المناخ، ثم معدلات التشغيل، ورابعا إدارة مسارات الهجرة. رومانيا أيضا سوف تساهم في سنة أوروبا للشباب 2022 بمشروعات ملموسة ونقاشات من شأنها أن تمنح الشباب منظور ضروري في مرحلة ما بعد الجائحة. أود أن أشدد على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في بناء واستدامة السلام، بوصفه حق وحتمية ديمقراطية من شأنها أن تجعل مجتمعاتنا أكثر شمولاً. إننا في رومانيا نؤمن بصمود ومرونة الشباب في مواجهة مثل هذه التحديات. ينبغي أن يمنح الشباب فرص ذات معنى للعب دور مهم في هذه المحنة، وهذا يتطلب وجود منظومة سياسية وتعليم ذو جودة على كل مستوياته، بما في ذلك في المواقف التي يعيش فيها النازحين واللاجئين، ومنحهم فرص إنسانية. أتمنى لكم منتدى ناجحا. شكرا لحسن الاستماع. نذهب أيضا الآن إلى كلمة من فخامة رئيس جمهورية كولومبيا. Quiero saludar a Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto. Quiero un motivo de celebración, que se pueda volver a llevar a cabo este foro, que se suspendió los últimos dos años por esta pandemia, que ha afectado a todo. Que se suspendió los últimos dos años por esta pandemia, que ha afectado a todos los escenarios de la humanidad. Ahora, más que nunca, es necesario resaltar la importancia de ustedes los jóvenes, de sus ideas, sus talentos y su liderazgo en un mundo que atraviesa cambios acelerados. En Colombia, por ejemplo, llevamos a cabo el 5 de diciembre del año pasado las elecciones de los consejos municipales de juventud, donde se eligieron más de 10.800 consejeros entre 14 y 28 años para ser representantes de los jóvenes y tener un papel aún más activo en la democracia colombiana. Esto, al igual que la educación, es fundamental para que las políticas públicas reflejen los intereses y las preocupaciones de los jóvenes. Por eso le destinamos al sector educativo el presupuesto más alto de la historia de Colombia. La pandemia no nos frenó el empeño de garantizar mayor acceso a la educación superior. Hoy, la gratuidad es una realidad para más de 695.000 estudiantes de universidades públicas y lo seguirá siendo porque la hemos convertido en una política de Estado. El mundo necesita
que atendamos a los jóvenes, que formemos a los líderes del mañana y les dejemos un planeta donde la sostenibilidad sea el protagonista del sistema productivo. El futuro que estamos construyendo necesita que enfrentemos decididamente الجميع والأجيال القادمة، ولذلك هناك الاستراتيجية 2050 من الطريق الأساسي، حيث نسعى على دولة لا تنبعث منها الكربون من أجل أن نتمكن أن نحمي كل القطاعات وحماية البيوديفرسيتي والتنوع البيئي. كذلك نحن قررنا هذا العام أن 30% من الأرض التي نعيش عليها هي أرض محمية، أي 30% من كولومبيا يكون ده محميات طبيعية، نحميها من أجل البيئة، من أجل المستقبل، ونحقق هذا الهدف قبل 2030. اليوم نحن ندعوكم أن تعملوا من أجل أن تدافعوا عن الشباب وأن تضعهم في وسطكم من أجل أن تحموا مستقبل هذه الأجيال. لولا ذلك لن نتمكن أن نحمي الحاضر ونبني المستقبل. شكرا جزيلا لكم. قامت رئيس دولة زامبيا. Your Excellency, President Abdel Fattah al-Sisi of the Arab Republic. Abdel Fattah al-Sisi of the Arab Republic of Egypt. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, dear youth, allow me first and foremost to express my sincere gratitude to His Excellency, President al-Sisi, for extending an invitation to me to participate in the fourth edition of the World Youth Forum. I take this opportunity to congratulate the many youth gathered here today for being a part of this forum and using the power of theater to express themselves. As I begin my remarks, I want to acknowledge that the youth are important agents of change. Our election for the presidency of Zambia is testimony to this fact. You will recall that Zambia held its presidential and parliamentary elections on the 12th of August 2020. حيث شارك الشباب في زامبيا بقوة فاعلة وتم الاستماع إلى أصواتهم في هذا الشأن، ونحن نؤمن بالمشاركة الفاعلة للشباب لتحقيق التنمية المستدامة، ونحن نقدر ونثمن الفرصة التي يقدمها هذا المنتدى للشباب من أجل الاستماع إلى أصواتهم ومن أجل التعرف على ابتكاراتهم وإبداعاتهم. سيداتي والسادة، أنتم تعرفون أن زامبيا كدولة قامت بوضع الشباب في قمة أولويات الأجندة، حيث أنهم القوة الدافعة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاقتصادية، ولقد آلينا على أنفسنا ألا ندخر جهدا في دعم وتعزيز الشباب للمشاركة الفعالة في الشؤون الاقتصادية للدولة. قمنا بوضع مهام تتضمن من خلال آلية تفاعلية لمشاركة الشباب في الأمور الاقتصادية والسياسية والرياضية والاجتماعية، وأن يجوز أن فاعلا هاما. وزامبيا أيضا لديها ما يزيد عن 10,000 شاب يقومون في العمل في قطاع الترفيه، ومن ثم نحن نسعى لأن يكون هناك مزيدا من السياسات وأيضا البرامج والمبادرات لدعم الشباب ولمشاركتهم الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها في السنوات الأخيرة، فأن الصناعات قد تطورت وإدراك لمهارات الشباب، وقمنا بتطبيق السياسات الزراعية والسياسية وأيضا سن القوانين التشريعية من أجل مواجهة كامل التحديات. ومن خلال هذه السياسات نقوم بإشراك القطاع الخاص لتعزيز وتقوية المؤسسات الابتكارية وأيضا فتح فرص العمل ومن أجل تعزيز وتعافي الاقتصاد.
وفي الواقع أن هذه السياسات في قطاع الاقتصاد والزراعة قمنا بإنشاء وزارات جديدة، وأيضا كان هناك الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضا الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وفتح فرص عمل جديدة للشباب. السيدات والسادة، فيما يتعلق بالترويج التنوع، قامت بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمنظمة اليونسكو في مجال التعليم والثقافة من أجل تعزيز وتقوية التنوع الثقافي، والتصديق على هذه الآدات الدولية هي في الواقع توضح التزام زامبيا بالعمل الجاد في هذا القطاع. ونأمل أن هذه الاتفاقية ستقدم منصة للشباب من خلال فرص واعدة وجادة لكي يقوموا بالتعبير عن مهاراتهم الفنية وتعزيز أدوارهم التي يلعبونها بشكل فعال في الحوكمة وفي المجتمع المدني. سيداتي والسادة، أود أن نحث شبابنا حول العالم لكي يقوموا بالاستفادة من المزايا والفرص المتنوعة والمتعددة التي يقدمها لهم العالم، وأن نشجع مشاركين الشباب العالم استخدام منصة منتدى شباب العالم، ليس فقط لتبادل الأفكار والرؤى، ولكن للاشتراك والانخراط في اتخاذ القرار وصنعه. ونحن في حاجة إلى أن نستمع إلى أصواتهم. في نهاية الأمر، أود أن أحث شبابنا أن يستفيدوا من هذا المنتدى ويحولوه إلى أفعال جادة وفعالة، وأن يكونوا عضواً فاعلاً في مجتمعات العالم. شكراً سيداتي والسادة على حسن استماعكم. تابعنا قمة المناخ كوب 26 في غلاسكو، والتي وصلت دق ناقوس الخطر بالنسبة لتداعيات التغير المناخي وما صدر عنها من نتائج وتعهدات خاصة من الدول المتقدمة. وربما القارة الأفريقية والدول الأفريقية قد تدفع الثمن الأكبر في مسألة التغيرات المناخية. نتوجه إلى معالي السيد قاسم ماجاليوا رئيس وزراء تنزانيا. أهلا بك. كيف تنظر إلى هذه المتغيرات المناخية وكيف ستؤثر على موارد أفريقيا المائية والزراعية؟ Development partners and the intelligence working groups on the youth, youth present, distinguished delegates. It is wonderful to have the privilege of addressing this fourth edition of the World Youth Forum. نحن في حاجة إلى الآمال الجديدة. ونيابة عن فخامة الرئيس تنزانيا، وأننا في الواقع أننا نود أننا سعداء بالمشاركة في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم أصحاب المعالي. في الواقع أن التبعات الاقتصادية والتداعيات الاقتصادية نتيجة للجائحة تستمر في التأثير، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أننا يجب أن نقوم بتطبيق وتلبية احتياجات تنمية أهداف التنمية المستدامة. وشأن دول كثيرة في العالم أدت الجائحة إلى تباطؤ قطاع الأعمال وأيضا إلى التأخر في مجال الإنتاج والصناعة، وبالطبع كان هناك في حاجة إلى التركيز على تحقيق التعافي الاقتصادي من أجل نظرة مستقبلية تطلعية. أن هذه الجائحة لم تؤثر على الحكومات فقط، ولكنها أثرت على الحياة اليومية للشباب. ولذا اعتمدنا على استراتيجيات الحكومات من أجل تحقيق الرفاه والرخاء الاقتصادي والاجتماعي. مضى عامين على اندلاع هذه الجائحة، ونحن الآن لم نتعافى بعد في معظم الدول، خاصة بعض دول القارة الإفريقية. لم يكن التعافي سهلا،
خاصة وأن هذه الدول الأفريقية دول شابة والنسبة الغالبية هم من الشباب، ولكن بالطبع كان هناك تدابير وإجراءات تم اتخاذها من أجل إنعاش وتعافي الاقتصاد في العالم وخاصة القارة الأفريقية. في الواقع أن النسخ الثلاث السابقة التي جمعت الشباب من كافة أنحاء العالم لكي انخراطهم في اتخاذ القرارات وصنع القرار وأيضا مواجهة التحديات التي ربما قد تعوق السلام العالمي، وذلك وأيضا كان هناك استغلال للشباب من خلال مهاراتهم وابتكاراتهم. وبالطبع بعد التعطل الذي كان نتيجة الجائحة، نحن نشجع منتدى شباب العالم أن يكون منصة مستدامة، وذلك من أجل الاستماع إلى كافة الرؤى والذي يمكن الشباب للانخراط مع صناع السياسات من أجل جعل عالمنا عالم أفضل. ومن ثم فإنه أمر حتمي أن نسرع في اتخاذ الخطوات الجادة من أجل بناء المستقبل ومن أجل أن نعيش في عالم أفضل تسوده اقتصاديات متنامية. سيداتي والسادة، على الرغم من التحديات فأن العالم في حاجة في أن يستمر في مراقبة الأوضاع الخاصة بالجائحة، بما في ذلك تحقيق الاستجابات الفعالة والتوسع نطاق التشريعات والسياسات حول العالم على نحو مشابه. يجب أن نلاحظ أن الشباب يشكلون نسبة كبيرة من إجمالي سكان العالم، ومن ثم فإنه أمر جوهري أن نبذل الجهود من أجل التعافي الاقتصاديات وأن يصبح الشباب جزءا لا يتجزأ وشريكا فاعلا في مجتمعاتنا. ولذا أنا أدعو إلى جهود مشتركة بين الاتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والدولية الأخرى والأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة أن يقوموا بوضع استراتيجيات وسياسات شاملة للتغلب على هذه التحديات ومجابهتها، وأيضا روح التعاون والصداقة في كثير من الأوجه مثل تحقيق الأمن، الصحة، التكنولوجيا، الزراعة وأيضا البنية التحتية، الجمع الموقر. ولكي أختم، أتمنى لكم منتدى ناجحا ومثمرا وفاعلا، وأن نعطي مزيدا من الاهتمام لتطلعات وطموحات الشباب وأيضا تحقيق التنمية ونشر الأنشطة المختلفة بين الشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشكرا جزيلا على حسن استماعكم. نشكر السيد رئيس وزراء تنزانيا السيد قاسم ماجاليوا. والآن أذهب إلى الدكتورة شمة المزروعي معالي وزيرة الدولة لشؤون الشباب الإماراتية. طبعا ليك تجربة والإمارات لها تجربة في تمكين الشباب، عايزين نتعرف على هذه التجربة، وبالتأكيد ما هي الرسالة الآن إلى صناع القرار حول العالم لتمكين الشباب في مشاركتهم في القضايا الملحة الحالية؟ أصحاب الفخامة والسمو المعالي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبدأ، فخامة الرئيس، شكرا على هالدعوة الكريمة أن نكون بين أهلنا وبين وطننا الثاني مصر. يمكن ما يخفي عليكم مصر لها مكانة خاصة في نفوسنا كعيال زايد، وكلنا يمكن كعرب جميعا نتفق أن دائما نتحرك تجاه مصر بالعاطفة قبل أي اعتبار آخر. وأتذكر كلمات أبونا الشيخ زايد الله يرحمه يوم قال نهضة مصر هي نهضة الأمة العربية كلها. فبصراحة بصراحة مصر لنا جميعا هي القلب. اليوم يمكن كنا نتكلم عن التحديات اللي تواجهها العالم كله في كوفيد، لكن أيضا هي فرصة للتأمل بصراحة، لتغيير ما كنا نعتقد أنه طبيعي وما كنا نتعامل مع أنه أمر واقع.
اكتشفنا خلال هالفترة أن كل شيء قابل للتغيير، وهناك احتمالات لا متناهية للطريقة التي نعمل بها، الطريقة التي نتعلم بها، الطريقة التي حتى يسير بها اقتصادنا اليوم، حتى الطريقة التي نهتم فيها بصحتنا أو صحة كوكبنا وعافيته. وليش أقول هالكلام؟ لأن ما تعلمناه من كوفيد يمكن هو تحدي الأمر الواقع وتحدي الستاتس كو، وهو شكل من أشكال النمو بصراحة لنا كأفراد وأيضا لنا كحضارات وشعوب. وهذه هي بصراحة هي سياسة قيادة دولة الإمارات اللي يسير عليها القيادة، هي تحدي الوضع الراهن والقائم وتحدي طرق التقليدية. وبعطيكم يمكن لمحة بسيطة في تحدي هالطرق التقليدية في قطاع الشباب. اليوم أهم سؤال كلنا كصناع قرار نفكر فيه في هالمنتدى ودائما هو كيف يمكن أن نحن نتأكد أن شباب العالم 4.3 بليون شاب وشابة يمكن أن يحققون كامل إمكانياتهم وطموحاتهم. إذا شفنا كل الموضوعات المطروحة اليوم في هالمنتدى خلال الأيام الثلاثة، إن كانت محاربة الفقر أو مشاكل التغيير المناخي أو التبعات الاقتصادية أو النفسية لكوفيد أو التحديات في التعليم، كيف نقدر نتجاوز هالتحديات بدون إشراك نصف مجتمعنا ونصف شبابنا؟ ولهذا السبب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أحدث تغيير نوعي في قطاع الشباب، ولم يكن فقط محدود بمشاركة الشباب أو تعيين وزير أو وزيرة شابة، بل كانت منظومة شاملة يتولى فيها الشباب القيادة. يمكن الجميع تشوفون هالشيء مجازفة، لكن قيادة دولة الإمارات لم تجازف بصراحة، لها رؤية واضحة ورؤية للشباب كثروة وطنية ليس كمشكلة بل كمستقبل للدولة. وبعطيكم بعض الأشياء يمكن اللي ركزوا عليها قيادة دولة الإمارات. أولاً، أول خطوة كانت فصل قطاع الشباب والرياضة والتركيز على أولاً كل واحد منهما بشكل مستقل، فطاقة الشباب وعطائهم وتحدياتهم غير محصورة في الرياضة. والقيادة كانت تتحدث عن تنمية قدراتنا كشباب الشاملة لتحقيق طموحاتنا. شيء ثاني، صاحب سمو أسس حراك شبابي على مستوى الدولة، ليس فقط في وزارة الشباب لكن من خلال تمكين الشباب ومؤسساته في كل وزارة وكل مؤسسة في الدولة. بدأنا أيضا نهجا جديدا في إشراك الشباب من خلال مجالس الشباب، وأسسنا مجلس إمارة للشباب ليكون صوت للشباب في كل ما يخص قطاع الشباب بالنسبة لمجلس الوزراء. وبعد ذلك أطلقنا أكثر من 40 مبادرة تهدف إلى الاستماع فقط للشباب والتفاعل معهم وإشراكهم. وبعدها أصبحت البيئة المؤسسية في الدولة بيئة مناسبة وجاهزة لاستراتيجية وطنية وجدول أعمال واضحة تركز على الاستثمار في الشباب، تركز على أولاً أن كل شاب إماراتي يحقق كامل إمكانياته، يكون فرد نشط في مجتمعه، يكون آمن ويتمتع بالصحة والعافية، والأهم من ذلك جاهز لقيادة المستقبل. وقبل 3 شهور أقر مجلس الوزراء في دولة الإمارات سياسة وطنية، وهي أول تعريف علمي قابل للقياس لتمكين الشباب. ويوم أقول قابل للقياس ما معناته أن نقدر نديره ونعرف وين وصلنا في تمكين الشباب. ولذلك أصبح تمكين الشباب في دولة الإمارات حالة وفكر وثقافة وأيضا ممارسة تتسابق عليها المؤسسات في الدولة. بتقولوا لي إنزين بعد هاي الرحلة الطويلة خلال 5 سنوات اللي فاتت وتحدي الأمر الواقع، وين وصلنا اليوم؟ اليوم إذا نشوف في 2021 دراسة مستقلة تقوم بها أصداء بيرستن مارستيلر كل عام، وهو استطلاع الشباب العربي، ومن الاستطلاع طلع أن 2/3 من الشباب العربي يؤمنون بأن القادم أفضل، ولكن أكثر من 90% من الشباب الإماراتي يؤمنون أن القادم أفضل. تعرفون ما معنى هالأرقام؟ بصراحة تعني أن الشباب والشباب في هالمنطقة مفعمين بالأمل بالرغم كل التحديات السلبية للجائحة، لكن قلوب شبابنا ما زالت تنبض بالأمل. وخلنا نشوف نفس الاستطلاع في 2016، أكثر من 40% من الشباب العربي كانوا قلقين من الفكر المتطرف كأكبر تحدي يواجهونه. اليوم في 2021 حتى كلمة التطرف ليست من أولويات الشباب العربي. بصراحة هذا
يعني دليل على عمل مخلص للشباب، وأيضا فرصة ذهبية للاستثمار مجددا. اليوم نحن في هالمنتدى لنزرع الأمل أيضا مجددا. إذا ممكن أعطيكم يمكن بس المعادلة البسيطة أو الإكويجن اللي تقوم بها قيادة دولة الإمارات، وهي معادلة سهلة وبسيطة للأمل. الأمل هي إشراك الشباب زائد العمل المخلص لطموحاتهم. The hope equation is youth inclusion and youth listening plus youth action. وبصراحة هاي مش صدفة أن هالجلسة عنوانها الأمل، لأن حقيقة الأمل أساسي لمواجهة كل التحديات. واليوم أنتجت يمكن تداعيات كوفيد شكل جديد لطبيعة عالمنا، وسمعنا يمكن كلمة new normal أكثر من 10 مرات خلال هالمنتدى. أصبح لدينا new normal أيضا بالعمل مع الشباب. النموذج الإماراتي اللي تكلمت عنه هو لازم يصبح new normal لإشراكة الشباب. اليوم المنتدى هذا هو new normal، لأن الشباب موجودين في كل جلسة، الشباب بيكونوا على طاولة مع صناع القرار. لا سياسات تخصهم بدون إشراكهم، ولا مبادرات ولا برامج تنفذ بصراحة بدون مشاركتهم الحقيقة. فيمكن رسالتي لصناع القرار اليوم، كلنا مصيرنا واحد، ويجب أن نتأكد أن احتياجات شبابنا في العالم تتم تلبيتها. صوت الشباب عالي وأيضا مسموع، ومشاركتهم فعالة وفي نمو، ولنبني معا من أجل مستقبل شباب العالم. شكرا جزيلا. شكرا لك السيدة شمال مصباح. وننتقل الآن إلى كلمة مسجلة إلى سيد فو جين بانغ، نائب رئيس رابطة الشباب الصيني بصفته ممثلا خاصا لرئيس جمهورية الصين الشعبية. Your Excellency Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt. رئيس جمهورية مصر العربية. زملائي وأصدقائي الشباب، أسعد بالانضمام إلى قادة الشباب من كافة أرجاء العالم في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم. في بداية عام جديد وبالنيابة عن رابطة الشباب الصيني والشعب الصيني، أود أن أقدم لحضراتكم عميق شكري، خاصة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدعوة الكريمة التي أرسلها لنا، وأحر التحيات للأصدقاء من الشباب المشاركين في هذا المنتدى. يمر العالم بتغيرات كبيرة في هذا القرن الجديد، والشباب بدورهم يواجهون تحديات معقدة ومركبة في مجالات عدة مثل الصحة والتعليم والوظائف والانخراط. شهر سبتمبر أيلول الماضي، في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث الرئيس الصيني عن المبادرة العالمية التي تعطي الأولوية للتنمية من خلال المنهج القائم على وضع الناس في المركز والشراكة العالمية لمعالجة الفجوات التنموية بين البلدان المختلفة. هذه المبادرة لاقت صداها في كافة أرجاء العالم. هل سنمضي قدما سويا مع شباب العالم معنا، وذلك من خلال المبادرة العالمية للتنمية من أجل أن نحقق الرخاء للعالم بأكمله؟ الأصدقاء الأعزاء، الصين تحظى بثاني أكبر عدد من السكان من الشباب، والسيد الرئيس تشي قال أن أهم قضية بالنسبة للحزب الشيوعي في الصين وللدولة هو الشباب، ونعتمد في عملنا على الشباب. تطوير الشباب
هو أولوية قصوى بالنسبة لنا. منح الأولوية لتنمية وتطوير الشباب لاقى إجماعاً من الجميع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في عام 2017. أطلقت الحكومة الصينية الوسيلة الأولى لخطة تمكين الشباب 2016-2025 بأهداف واضحة وخطط عمل جلية وبرامج متكاملة تتعامل مع مناطق ومجالات شتى مثل الصحة والتعليم والرفاه والزواج والتوظيف وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التكامل الاجتماعي والاشتراك والتعاون المدني. وبفضل العمل الدؤوب من الحكومة ومن الشعب، فإن الشباب الصيني سيستمر في التنمية والتطور بوتيرة متسارعة. الأصدقاء من الشباب، الشباب هم الأساس للحفاظ على السلم العالمي ولقيادة التنمية. ومن ثم لدي ثلاثة اقتراحات بالنيابة عن الشباب الصيني والمنظمات الصينية. أولا، فلنعمل سويا لنمارس ولنحسن الشراكة ونحسن النظام العالمي للحوكمة. عالم اليوم يحتاج تعاون يفوز فيه الجميع، عوضا عن الأعمال التي لا يكسب منها أحد. سويا سنعمل. ثانيا، فلنبني مجتمعات تتشارك في ذات المستقبل، مستقبل من أجل الإنسان. نحسن فيه النظام العالمي، وفي جوهر هذا الاتجاه تأتي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وذلك من خلال قانون دولي معزز. الشباب من كافة أرجاء العالم يجب عليهم أن يعززوا الجهود العالمية لتحقيق مصالحهم، وذلك من خلال المشاورات، وذلك من أجل ضمان مستقبل أفضل لتنميتهم وتطويرهم. ثانيا، فلنعزز تبادل الخبرات والتجارب الخاصة بتنمية الشباب، وذلك من خلال بناء إجماع وتوافق عالمي للعمل على تنمية وتطوير الشباب كأولوية قصوى. يواجه الشباب تحديات عدة، وأهداف التنمية تعتمد على جهود الشباب بشكل أساسي، ومن ثم فإن الاهتمام به هو أساس عمل الحكومات. يسعى العالم لتعزيز التعليم، وذلك من خلال تبادل قصص النجاح لتنمية وتطوير الشباب، وتشجيع الحكومات والمجتمعات على إلحاق أهمية الشباب ومنحها الأولوية، وخلق بيئات صديقة للشباب. ثالثا، الشباب من كافة أرجاء العالم يجب عليهم أن يسيروا في طرق أكثر تضامنا وتعاونا، ويتربطوا ويتواصلوا سويا من أجل أن يحققوا التنمية العالمية. الشباب هم الدافع الأكثر إبداعا والأكثر قوة في مجال التنمية. يجب أن نتحقق من فهمهم لمسؤولياتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يجب على الشباب أن يستخدموا قوة التكنولوجيا والتقدم في الثورة الصناعية الرابعة، وأن يمضوا إلى الأمام دون كلل أو ملل، ويستمروا في الإبداع، ويستمروا في تعزيز التعاون في حربهم ضد جائحة الكورونا،
وأن يتأقلموا مع التغير المناخي والاقتصاد الرقمي، وأن يأخذوا العالم تجاه مستقبل أكثر شمولاً وأمناً. دائماً ما يمضي التاريخ إلى الأمام أيها السادة. اختياراتنا وتحركاتنا اليوم ستقرر مصير العالم في المستقبل. الشباب من كافة أرجاء العالم يجب عليهم أن يقفوا يداً بيد لتعزيز والتعاون والصداقة ولإدراك الشباب ولتحقيق التنمية والعدالة والديمقراطية والحرية للعالم، وأن يقوموا ببناء مستقبل أو مجتمعات تتشارك في المستقبل، وأن يخلقوا مستقبل أفضل. الأصدقاء الأعزاء، مصر هي دولة عزيزة علينا وهامة. منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصر لعب دورا محوريا في تعزيز تنمية الشباب في كافة أرجاء العالم، وأتمنى لهذا المنتدى النجاح التام. شكرا جزيلا. السيد موراتينوس، نحن اليوم بوجود شباب من كل بلاد العالم، فكيف يمكن أن نعزز من قيم التسامح والتعايش والحوار ما بين الحضارات والثقافات المختلفة في هذا العالم، عالم الجائحة وما بعدها؟ شكرا جزيلا. دعوني أبدأ بالإعراب عن عميق امتناني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. أشكرك جزيلا سيدي الرئيس، وشكرا لدعوتي للمشاركة في هذا الحدث والجمع الرائع. أعرب عن شكري أيضا لأنني أتحدث أمام هذا الجمع المهم الذي يحوي الكثير من الشخصيات المهمة من الوزراء والسفراء ورؤساء الدول. أطلعكم على أفكاري وأعرب عن أفكاري أمام هؤلاء الشباب وكل من هم موجودون اليوم في شرم الشيخ. هذه فرصة ذهبية استثنائية نحظى بها، لأن نحظى بهذا الحوار التفاعلي. إن زيارة شرم الشيخ بالنسبة لي تمثل لحظة خاصة. هذه ما أدعوها مدينة السلام. زرت شرم الشيخ في عدة مناسبات كلما سمحت لي الفرصة، ودائما ما كان شرم الشيخ تلعب دورا فاعلا في دفع عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين. ولدي مشاعر خاصة أود أن أشاركها معكم جميعا. دعوني أبدأ بالحديث وأن أقول أنه خلال عام 2016 و17 حينما وردت لفخامتكم هذه الفكرة الرؤيوية والرائعة، كان الناس ممكن أن يقول لا، هذا الأمر لن يكون سهلا، هذه الفكرة التي أطلقها الرئيس لن يكون تحقيقها سهلا. لكن الآن ونحن في شرم الشيخ وقد عدنا مجددا سويا، ها نحن نحصد النجاح ونرى النجاح الذي حققته مبادرة سيادتكم. هذه المبادرة التي ساهمت في جمعنا جميعا في هذا الحوار التفاعلي. لماذا أنا أصر على هذا المفهوم الخاص بالحوار ما بين الأجيال؟ لأننا حينما ننظر إلى موقفنا اليوم وحالنا اليوم، فنحن نرى شبابا في الشوارع يتظاهرون، ينتقدون ويثورون. هذا جزء من مهمتهم، من مهمة الشباب. نحن صناع القرار، نحن في مناصب وننظر إلى الشاشات ونعمل في مكاتب مغلقة ولا نفهم لماذا يتظاهر هؤلاء الشباب ولماذا يعترضون. إذن
بين جزء الشباب من المجتمع وجزئنا. إذن رؤيتكم فخامة الرئيس هي خلق جسر لجمعنا هنا جميعا في شرم الشيخ من أجل أن تسمع أصوات الشباب وأن تسمع أصواتنا بالنسبة لهم أيضا، فهم أيضا يستفيدون من خبراتنا وما فعلناه خلال محاولاتنا للتغلب على المصاعب والظروف العصيبة التي واجهناها خلال مسيرة حياتنا. هذا ما نحتاج إليه في عالم اليوم، أن تتضافر كل عناصر المجتمع بشكل شامل. إذن نقاشنا اليوم بعد الجائحة يحوي الكثير من الدروس التي ذكرت في الجلسة الافتتاحية وذكرتموها فخامتكم. علينا أن نستفيد الدروس وأن نغير من منهجية الفكر، وهذا جزء من حدث اليوم. هناك الكثير من المؤتمرات والمنتديات التي تعقد في كل العالم، لكن في هذا المنتدى جمعتم صناع القرار من الكبار مع الشباب في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة للفهم. كما ذكرتم في كلمتكم فخامة الرئيس أن هذه الجائحة كانت لها عواقب مالية واقتصادية وثقافية ونتائج تكنولوجية أيضا، لكن في قلبها كان هناك أيضا عواقب إنسانية. إن الإنسانية كانت في جوهر هذه الأزمة، ولذلك كان تحالف الأمم المتحدة لتحالف الحضارات قد رصد هذا الأمر على مدى السنتين ونصف الماضية. ما رأيناه هو أن الجائحة وضعتنا في اختبار أخلاقي. في البداية كنا نتحلى بالأمل وكنا راضين تماما، لأننا كنا نرى الناس يصفقون في الشرفات وفي البلكونات ويعربون عن تضافرهم، وظننا أننا سوف نتغير. لكن بعد ذلك على الفور اكتشفنا أن هذه ليست الحقيقة. كان الجميع يشعر بالخوف ويشعر بالإقصاء والانسحاب والتهميش، وكل شخص كان معنياً بنفسه والاهتمام بنفسه ولم يكن معنياً بالمستقبل الجمعي للبشر جميعاً. ورأينا ما حدث في حالة اللقاحات وكيف أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش كان منخرطاً بشدة في شجب انعدام روح التضافر في مسألة اللقاحات والتي لم تكن موجودة في بداية الأزمة. إذن تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة يحاول أن يجمع الناس جميعا لكي يتحالوا بمنظور إنساني، والشباب هم منصتنا الأساسية. تعلمون أن كما قالت الفنانة الإسبانية صباح اليوم كانت تقول لي أنت تقول لهم أنتم الحاضر، لستم فقط المستقبل وإنما الحاضر، ينبغي أن تكونوا معنا على متن هذه السفينة. هناك الكثير من التفاصيل التي عليكم أن تكونوا على دراية بها. وقال الأمين العام في أجندة إصلاح الأمم المتحدة، وكما أشرتم فخامة الرئيس في خطابكم الأخير في الجمعية العامة في سبتمبر، أنك قد ذكرت أننا علينا أن نستفيد من الجيل الشاب ونجعلهم ينخرطون ويشاركون في هذا الإصلاح. أعتقد أن أحد أهم العناصر والإسهامات التي اقترحها سعادة الأمين العام هو وضع الشباب كعنصر جوهري في عملية الإصلاح. لن نتشاور معهم فقط، وإنما سوف يشاركون بمساهمة حقيقية. وفي ختام حديثي أود أن أقول أنني أعتقد أنني أرى الكثير من التحديات الرئيسية التي يشهدها العالم ويواجهها الآن. ما اتفقنا عليه وما شهدناه وما كافحناه هو التحدي المتعلق بإنقاذ الكوكب، ونحن جميعا متفقون. لكن المهمة الثانية
بالنسبة لي والأهم بالنسبة لي هو أن ننقذ الإنسانية، هذا أهم بكثير. إذ يمكن أن يكون لدينا كوكب أخضر وطقس جميل وهواء نظيف، لكن علينا أن نتعلم أن نعيش معا ونحترم بعضنا بعضا، وأن ندرك أن هناك الكثير من الأديان والحضارات والثقافات التي عليها أن تتعايش وتفكر في صياغة مستقبل الإنسانية. إن لم يحدث، ما الذي سيحدث عندما تنصلح البيئة؟ أمور كثيرة رائعة، لكن كيف سنعيش بينما هناك اختلافات، هذا يهودي وهذا مسلم وهذا مسيحي؟ هذا هو دور شباب اليوم، عليهم أن يفهموا ذلك، مسألة التعايش. لقد قلتم في حديثكم فخامة الرئيس في سبتمبر في نيويورك حينما تحدثتم إلى دورة الجمعية العامة الأخيرة، ذكرتم فخامتكم، قلت دعونا نضافر نجمع جهودنا جميعا من أجل أن ننقذ مستقبلنا. أقتبس من حديث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا لكم جميعا. سعادة السفير كوهان سفير الولايات المتحدة في القاهرة، سعادة السفير، العلم كان شيء محوري وجوهري في هذه الجائحة، كان تقريبا البطل. اليوم إلى أي مستوى وصل التنسيق ما بين الحكومات في مسألة توطين الدواء واللقاحات وهذا التعاون في هذا المجال العلمي والطبي؟ أود أولاً أن أتقدم بالشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوتي للمشاركة في هذه الحلقة النقاشية. حضرت النسخة الأخيرة من منتدى شباب العالم في 2019، وأعجبني كثيراً حماس الشباب الذين التقيتهم في ذلك الوقت، وكم أنا سعيد لأننا اجتمعنا سوياً مجدداً في هذه النسخة. العمل الذي قمنا به مع مصر من أجل تخفيف توابع جائحة كورونا قد غطى الكثير من الجوانب، وكان يعكس تعاونا وثيقا استراتيجيا. وعلى مدى الفترة الأخيرة ومن أجل التخفيف من عواقب الجائحة وبالمشاركة مع كوفاكس، وفرنا أكثر من 60 مليون جرعة من اللقاحات إلى جمهورية مصر العربية. حكومتان كانتا تعملان معا منذ بداية الجائحة لضمان الحد من انتشار الجائحة، بالإضافة إلى توزيع اللقاحات. شاركت الحكومة الأمريكية بأكثر من 50 مليون دولار لمساعدة الحكومة المصرية على مجابهة تداعيات الجائحة، وأيضا تبرعنا بعدد كبير من الأجهزة الطبية والاختبارات. أود أن ألقي الضوء على أنه في بداية هذه الجائحة قد أبدت مصر سخاء بالغا حينما تبرعت بالكثير من الأجهزة الطبية والمستلزمات الأخرى للبلدان الأخرى، وأود لهذا الأمر أن أشكر سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أود أن أقول أن التعامل مع أزمة كوفيد لم تكن الأزمة الوحيدة التي تعاوننا فيها معا، وإنما تعاوننا أيضا في مجال مجابهة تغيرات المناخ وأزمة المناخ التي باتت أكثر عجالة من أي وقت مضى. الرئيس بايدن قد أعاد الولايات المتحدة الانضمام إلى اتفاقية باريس وإلى تجديد التزاماتها بتخفيض انبعاثات الكربون، والتزم بتقديم الدعم إلى تعديل التمويل. إن مصر أيضا تتخذ خطوات جادة نحو علاج هذه المشكلة، وذلك من خلال تغيير قطاعات كبيرة من استهلاكاتها في الطاقة إلى قطاعات خضراء. إن طموحات مصر لأن تكون رائدة في مجال الطاقة الخضراء تعني أن الطاقة سوف يتم تجديدها، وهذا من بين أمور أخرى نراها في مصر تحدث، مثل ترشيد استخدام موارد المياه وتحسين طرق الصناعة. ومن ثم الاستثمار سوف يكون له حضور كبير في مصر. لقد ساعدت مصر كثير من المؤسسات على مجابهة تداعيات تغيرات المناخ،
وهذا سوف يسمح باستغلال المواهب المصرية. إن موقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر يعد بفرص واعدة على صعيد الاستثمار. أنا سعيد لأن أحد أهم رواد مكافحة تغيرات المناخ السيد جون سوف يأتي إلى هنا ويصل إلى هنا في الغد، وسوف يتحدث عن كثير من آفاق الاستثمار التي يمكن أن تبدأ في هذا المجال بالتعاون مع جمهورية مصر العربية. نحن نتطلع إلى التعاون مع مصر بوصفها الدولة المضيف لمؤتمر الأطراف 27 هنا في شرم الشيخ. نحن هنا لنتحدث عن الشباب، ولذلك وددت أن أذكر أنني قررت أن أنشئ مجلس الشباب التابع للسفارة الأمريكية في القاهرة، والذي سوف يعده عددا كبيرا من رواد الشباب المصريين الذين سوف يعملون معي ومع فريق السفارة من أجل التعامل مع أهم القضايا التي من شأنها أن تصوغ مستقبل أفضل. سوف نقوم بتسخير طاقاتهم المبتكرة في هذا المجال، ومجلس الشباب سوف يكون فيه ممثلين من مختلف القطاعات، أمور لها علاقة بريادة الأعمال وحماية البيئة وتمكين الشباب والابتكار الثقافي والقيادة المدنية. هناك الكثير من ميغيل ذكر ذلك. أنا سعيد أننا معنا زملاء من الأمم المتحدة يتحدثون. هناك الكثير من الأمور التي يمكن أو الثمار التي يمكن أن نحصدها من العمل مع الأجيال المختلفة، نعمل كأجيال مختلفة معا. الشباب، أنتم الشباب لستم فقط المستقبل وإنما أيضا الحاضر، علينا أن نعمل معا. النموذج الذي نفذناه هو نموذج من بين نماذج أخرى، وأنا أعرض عليكم أن نعمل معا بتعاون بين مختلف الأجيال. نحن كإنسانية واحدة علينا أن نقف ونتصدى لهذه الأزمة، أزمة المناخ وأزمة الجائحة وكل الأزمات المستقبلية، من أجل بناء غد أفضل. شكرا جزيلا. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتأكيد لو ليك تعقيب على ما جاء في الكلمات اليوم، وكمان إيه أهمية عودة هذا المنتهى ده اليوم مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بالتأكيد؟ شكراً على طبعاً على كل المشاركة اللي تمت خلال الكلمات اللي تم تداولها من جانب الرؤساء ورؤساء الوزراء وكل اللي شاركوا معنا وأثروا بكلماتهم من الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. لكن زي ما انتوا شفتم كده ان الكل اتفق على ان احنا رغم ان المحنة بتاعت كوفيد كانت قاسية جدا على العالم بالكامل، لكن هي ألقت الضوء على أهمية إن إحنا نزود من تواصلنا ونزود من استعدادنا لإتاحة فرصة أكبر لشبابنا، شباب العالم كله، إن هو يكون له مشاركة أكثر فعالية من الواقع الحالي. مش بس كده، هي اتكلمت أيضا على أثناء الجائحة وأثناء يعني أنا ما رضيتش يمكن أتحدث عنها النقطة ديت في كلمتي عن اللقاحات كموضوع وقد إيه كان هو ليه يعني آثار في العالم كله، على إن بعض الدول كان لديها الفرصة ودول أخرى لم يكن لديها الفرصة في توفير اللقاحات لشعوبها في ظل هذه الأزمة. ما لكن عايز أقول إن دي أيضا ألقت الضوء على أهمية التشارك العالمي في مجابهة التحديات بشكل عادل مش مرتبط بالقدرات الاقتصادية أو بالقدرات حتى تكنولوجية وعلمية. اللي أنا عايز أقوله إن أنا قلت قبل كده في بداية الجائحة ديت إن عالم ما بعد كورونا هيكون عالم مختلف عما كان، عما كنا إحنا
عايشين بيها قبل كده. وأنا شايف إن إحنا فعلا رايحين لكده. وعايز أقول للشباب اللي موجود، إحنا مش هنعرف كل حاجة أفرزتها الجائحة دلوقتي، يمكن كمان سنوات يمكن تزيد أو تقل هنشوف نتائج اللي عملته الجائحة في العالم كله، وهتجدوا إن هي كان لها آثار إيجابية جدا جدا رغم المحنة أو المعاناة اللي إحنا عانينا منها خلال الأزمة. يعني أنا عايز أقول لكم إن إحنا في مصر ما خفناش من الكوفيد، ما خفناش، وهنا في شباب من كل حتة في الدنيا موجود، ولو كنتوا شفتوا الشعب المصري كان بيتعامل معها إزاي، كان بيتعامل معها في إجراءات احترازية، في تحسب، في يعني اندفاع للتطعيم، لكن لم يتوقف العمل في مصر لحظة. ده اللي أنا عايز أقوله. لم يتوقف العمل في مصر لحظة، لأن إحنا ده اللي أنا عايز أقوله بقى في النهاية، يعني إن مهما كانت المحنة لا تجعلنا أبدا نتوقف والحياة تقف. لا، الحياة ما تقفش، الحياة هتستمر وهنتجاوز أثرها بشكل كامل إن شاء الله قريبا. يعني شكرا جزيلا. شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكرا لكل الحضور الكريم وضيوف مصر الكرام.